مرحبا بكم على متن رحلتنا الإذاعية رقم 35، وقبل الإقلاع في سمائها وجب عليكم أبنائي بناتي الالتزام بمقاعدكم واستغلال الدقائق الأولى في تناول اللمجة لتستفيدوا من بقية الوقت، فكونوا حريصين على حسن الانتباه والاستماع. مرحبا بكم على أمواج إذاعة الفاتر، الإذاعة الأكثر استماعا. نضمن لكم أمان أسفل الأوقات. كونوا أوفياء بالمعلم أنت كتلسي. حديقتنا أزهار أشجار أطيار، في حديقتنا أعشاب ألعاب وأحلى الأحباب. ولد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده. ومن حدائق منتديات الفاتح التربوية المعطرة بأريج الزهور، جمعنا لكم أجمل باقة من الأخبار الفريدة والمواضيع الشيقة التي تهم كل طفل وطفلة. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. وقفة نورانية. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولتصل إلى هذه المنزلة الرفيعة اجعل القرآن الكريم رفيقك دائما، وتعلم تلاوته وتدبره لتنعم بالسعادة والأجر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. وقفة إخبارية. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في وقفتنا الإخبارية في أول عرض لها عبر منتديات الفاتح التربوية، وتتابعونا في بدايتها أبرز العناوين. أين وصلت عمليات التلقيح في بلدنا المغرب؟ كيف يستعد المغاربة لاستقبال شهر رمضان؟ إعلان عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم. ويحضر معنا ضيف النشرة الدكتور معاذ اليعقوبي لتقديم بعض النصائح، وإليكم التفاصيل. مر
مرة قالوا لنا هناك فيروس مخيف واسمه كورونا. قلنا يا ربي يا لطيف سيصيب كل البشر والعالم في خطر، وأن علينا الوقاية ويكون كل شيء نظيف. وصار الخوف وسواس منتشر بين الناس، صابون جل ومعقم وكفوف وكمامة. زفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا للعالم، إذ أعلنت انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة بنسبة 16%. وقد حصل المغرب حتى الأسبوع الماضي على 8,500,000 جرعة من لقاحي أسترازينيكا البريطاني السويدي وسينوفارم الصيني، حيث بدأت حملة التلقيح في 28 يناير، فيما تتواصل مفاوضات لشراء جرعات إضافية. ويعزم بلدنا المغرب على توفير المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم 70% من السكان. كما نذكركم أن العاملين بمؤسستنا استفادوا من التطعيم ضد كوفيد-19 في مرحلتين. يا رمضان يا شهر الروح، بابك للجنة مفتوح، محلا سامك والطاعات، يا ليت أيامك ما تروح. أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان، هذا الشهر الذي ينتظره معظم المسلمين لاستغلال نفحاته وصيام أيامه وقيام لياليه. ويعكس استعداد المغاربة لهذا الشهر مدى ارتباطهم بالعادات والتقاليد. فمنذ فترة الصباح جزايد الإقبال على المحلات التجارية من أجل اقتناء المواد الغذائية أو الحلويات المغربية التي تحضر بالعسل واللوز. كما تبرز قدرات النساء في الطهي وإعداد المأكولات المتميزة واللذيذة، وتسود أجواء دينية داخل الأسر منذ حلول شهر شعبان، حيث يقوم البعض بصوم أيام من هذا الشهر لفضله الكبير واستعدادا لشهر رمضان. عظيما لشهر رمضان المبارك، تنظم المدرسة الحديثة لتعليم الخاص الفاتح مسابقة في حفظ القرآن الكريم لفائدة تلاميذ المستويات الأول والثاني والثالث ابتدائي. المسابقة ستكون عبر مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة انتقائية تمتد من 5 أبريل إلى 9 منه. المرحلة الثانية هي مرحلة نهائية ستجرى في اليوم 6 من شهر رمضان.
على الراغبين في المشاركة تسجيل أسمائهم وملء المطبوع الخاص بالمسابقة. نشرتنا ما زالت متواصلة مع ضيف النشرة الدكتور معاذ يعقوبي. السلام عليكم دكتورنا. السلام عليكم ورحمة الله. بعض الأطفال يصعب إرضاؤهم فيما يتعلق بنوع وصنف الطعام، ومنهم من يعاني من فقدان الشهية للأكل، فبماذا تنصحهم دكتورنا للحصول على تغذية سليمة وصحية؟ وما هي العناصر الصحية الضرورية لنمو أجسامنا نموا سليما؟ الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هو التغذية. تعتبر التغذية من الدعائم الأساسية لجسم الأطفال، والتي تساعده على نمو سليم ومتابعة دراسته في ظروف صحية جيدة. وللحصول على تغذية سليمة يتوجب على الأطفال الحفاظ على نظام ووقت محدد للوجبات، كما يتوجب عليهم التركيز بالخصوص على وجبة الفطور. وهناك العديد من الأطفال يهملون هذه الوجبة رغم أهميتها، كما أن النوم والاستيقاظ المبكرين يساعدان الطفل على الحصول على شهية جيدة للأكل. ويتوجب على الأطفال تجنب تناول الوجبات أمام شاشات التلفاز أو الهواتف الذكية بما له من تأثير سلبي على نظامهم الغذائي. ولنمو سليم يحتاج الطفل عموما إلى تغذية متنوعة تحتوي على أغذية بانية وأغذية طاقية، فالبيض والجبن بالإضافة إلى الأسماك واللحوم تحتوي على بروتينات تساعد جسم الطفل على بناء سليم، كما أن الخضر والفواكه مهمة للجهاز الهضمي للعمل بكيفية جيدة. ولا يجب أن نغفل الدور المهم للماء، وشرب كميات مهمة من الماء خلال اليوم تتراوح بين لتر ولتر ونصف يساعد على الهضم بطريقة سليمة. وما هي نصيحتك الأخيرة للأطفال الذين يحضرون وجبات غير صحية للمدرسة؟ بالنسبة للوجبات التي نحضرها معنا إلى المدرسة، يجب على الطفل إحضار وجبات صحية كالفواكه خاصة. تناول أغذية غير صحية له وقع سيء على الهضم، كما أنه قد يتسبب فيما بعد في الإصابة بأمراض أخرى كالسكري أو ما شابه. شكرا لك دكتورنا على هذه التوجيهات الصحية، وبارك الله لك في صحتك ووفقك إلى عمل الخير وخير العمل. وصلنا إلى ختام نشرتنا ليوم الاثنين، ولإعادة الاستماع إلى أخبارها ندعوكم لزيارة قناتنا على اليوتيوب لمتابعة كل جديد.